عليه. هذا السم قطع كبد الحسن قطعة قطعة. ولذلك أخذ الإمام يجود بنفسه بأبي ونفسي، يجود بنفسه في تلك الدار وحيدا ما عند أحد. شوية وإذا بالباب تطرق، من الطارق؟ وإذا بالحسين عليه السلام قد وقف على الباب مناديا: أخي أبا محمد افتح لأخيك الباب، أنا أخوك الحسين. قام الإمام الحسن أراد أن يفتح الباب، وين السادة؟ وين المؤمن؟ أراد أن يفتح الباب، قام على رجليه فسقط على الأرض. قام ثانية وقام ثالثة إلى أن فتح الباب، وإذا بالحسن عليه السلام حاسر الرأس وقد تغيرت ألوانه. ضمه الحسين إلى صدره مناديا: أخي كيف حالك؟ فأجهش بالبكاء والنحيب ونادى: وأخاه وسيداه. بكى الحسين عليه السلام، قال: أخي أتبكي علي؟ إي والله يا أبا عبد الله، يا لا يوم كيومك يا حسين، يوم يزدلف إليك سبعون فيضرجونك بدمائك ويذبحونك من القفا. صاح الحسين: وأخاه وحسناك. وأخذ يتأمل إلى ذلك الجسد وقد اخضر لونه. أنا ما قلت لك يا وارث علوم النبوة، شوي خفض الأنوار، خفض الأنوار. أنا ما قلت لك يا وارث علوم النبوة، اقطع ولا تواصيل عديمة هالمرو، إياك تاكل زاد جعديها العدو، خفنا ومنها ما سلمنا يا ولينا. قال له: أنا شربت السام قبل الساعة همراء، ما شفت مثل هالحرارة عشر معشاء، المايلة مني اي شربت ينقلبنا، يقطع الكبد مثل الأمواس السني. رحم الله من نادى وحسنا، رحم الله من نادى وسيدا. بينما الأخوان كل واحد حاضن إلى الثاني، وإذا بالضج على الباب: وأخاه وين السادة؟ وينهم السادة؟ ما يرضون على زينب. وإذا بالضج على الباب ومسموما: وسيدا تعال شوف وين الحسين، لازم راس اخوه ابو محمد
والحسن يتقيأ كبده في ذلك الطشت حتى تفتتت كبده من حرارة السوم. صاح أخي نحط طشت هذا إلى جانب، لقد وصلت العزيزة المخدرة، لقد وصلت زينب. أخاف على قلبها، أقول أبو محمد تخاف على زينب، ليتك ترى زينب وهي ترى رأس الحسين. في ذلك الطش دخل الزينب، انكبت على أخيها الحسن منادي أخي في أمان الله. التفت الإمام الحسن إلى الحسين وإلى زينب، يا خويا حسين يا زينب، شبد مفطر بالسموم، قربوا يا أمي قبل الموت بحجش عين دي من همو. نظر يمي العضيد حسين وشبه بالدمع مبتيل، احس باموت يا خويا، انا يا الروح يتجول. أخبرك يا عزيز الروح شنهو بعد يبيحصايا، تقاسي من بلد دنياي ولا بترتاح فيها بيوم. اسمع، بيرتفع نعشي بعد الموت وانت بلا نعش تبقى، بيرتفع نعشي بعد الموت وانت بلا نعش تبقى، وباغمض وانا مرتاح صابك ساعة الفرقة، وانت تودع روحك على الخيمات محترقة. اموت ويندفن جسمي وجسمك يبقى كم من يوم، يا خويا من بعد موتي قبالك يرتفع جسمي، وانت بعرصة التربان يا وسفة تظل مرمي، ويتعفر من لي الجثة وانت جثتك تدمي. اموت بكربلة مذبوح وانت الاخو يا مسموح، وانا بسمع عدو تصيح بعدو هالنعش يا ناس، وانا بسمع عدو تصيح بعدو هالنعش يا ناس، وانت بكربلة بتسمع نفس الصوت والاحساس، يقول الخيل جيبوها لجل الخيل ينداس، ويقول الخيل جيبوها لجل هذا الجسد ينداس، ومثل من رشق بسهام تنصاب بسهم ما يشوف. أنا جنازتي فيها السهام، وأنت يا أبا عبد الله قال أخي أنت يجيك سهم مثلث له ثلاث شعاب يقع في لبة قلبك فتسقط سريعا على بوغاي كربلاء. أيوة حسينا، وطالع زينب الحارة وقالها بس من النوح، وطالع زينب الحارة وقالها بس من النوح،
اليوم الحسن مسموم وباكر بو علي مذبوح. وطالع وطالع زينب الحارة وقالها بس من اللوح، اليوم الحسن مسموم وباكر بو علي مذبوح. يا خويا وينتحل جسمي وجسم حسين كله جروح، وزع موتي بين اضعاي واخونا حسين بين القوم. ثم اشار الى الطشيط قال اخي زينب وطشت البيه من شبدي شم قطع يا نور العين، وإذا أجرى الدمع منيش وما بطل إلى تشونين عجل شيح تحمل لو شفتين تشتل فيه راس حسين. وويلي على المظلوم على المظلوم، وويلا وويلي على المظلوم على المظلوم. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء، بينما الحسن والحسين كذلك إذ عرق جبينه وسكن أنينه وغارت عيناه وأطبق فا وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وحسينا، رحم الله من نادى وسيدا ومسموما. ما جت أرض المدينة بأهلها كما وجان السفينة براكبها، وأما حال الحسين فأخذ يلطم على رأسه وينادي واخاه وعضيده. وأما زينب منادي أخي وضيعته من بعدك. وقام الحسين وضع الجنازة على المغتسل جردها من أثوابه، ثم أخذ يغسل الإمام وضعه في نعشه ونادى أخي عباس فلان فلان هلموا لحمل جنازة إمامكم. خرج الناس خلف الجنازة وهم ينادون وإماما والسيدة، بينما الحسين كذلك وقمر العشيرة وإذا بالسهام كرشق المطار وقعت في جسد الحسين تلك السهام. وين وقعت هاي السهام؟ في قلب الزهراء في مثل هذه الليلة. شالوا الجنازة وقبلت ذيك العدوة تنادي عليهم يا أهل بيت اللبو لا تدفنون الحسين في هالدار قوة، ردوا بسلامتكم قبل يعداكم اللو. اسمع حكيها شمر اردان العباس وقالها يا بنت الاول اللي سيس. اي والله سمعي كلامي ويسمع الحاضر من الله، لازم وقايع الأولية تحصل اليوم. وإذا زينب واقفة على باب أمها الزهراء تنادي أخي حسين آه آه شالوا الجنازة والودي يعصيح يحصل
بجنازة المسموم ريض ياضي ريض يا ابو سكن ابن عايش حلو الجهة ونشرع لتابوت المشكر هالعمى سفر الجفن عن غرتت ودع اليتا لا وين ماشي بكعبة الوفاد يحسن ريض يا ابو سكنة بجنايا زد حلو لطب